اسكت. ركبت معه وحس اني ما في شيء مشاكل بالنسبه لي. عملوا لي محضر على الصور بخير وشذوذ جنسي مش عارف ايه والكلام ده كله. قعدت 9 شهور في السن واخدين مصدرين جوالي ب 2000 ريال وعملوا لي غرامه ب 3000. فكده 5000 ريال غرامه وسجن 9 شهور. بس ولا ضريت حد ولا ابتزاز ولا بعد شيء ولا الحمد لله ان انت جيت بالسلامه وانت مظلوم. لو يعني لو ما كنتش مظلوم ما كناش احنا عملنا الجهد وما كناش انا جيت اصلا عشان استقبلك. فالحمد لله وانت في بلدك دلوقتي. انسى كل اللي فات, ها, ابتدي صفحه جديده. ولا انت مظلوم واحنا عارفين كده. ويعني الجريمه بتاعتك دي اللي ما يطلق عليها جريمه وهي مش جريمه, انما حاجه بسيطه. و انا كنت عند ورشه وكنت راجع من ورشه بعد العشاء. فاربع شباب سعوديين شتموا فرديت عليهم الشتيمه, ضربنا بعض, عوروني السكتين وطلع السكينة, عوروني في رجلي. فهم هناك مصابح لهم بالسلاح عادي. فما ضربت واحد بعد ما عوروني بيسحب السلاح جريت خبيت. فواحد سعودي نزل اتعرف مع العيال دول بسببي. كان ابو العيال راح يشتكيهم في الشرطة ان هما ضربيني عشان انا هجمت على العيال. ورحت الشرطة مفيش شهود مفيش اي حاجة. جاء واحد شاهد ان هو كان في العسكر قال انا شايفهم بيضربوه من قدام وانت بيتك هنا بيضربوه من ورا. ازاي لو كنت متكلم على العيال اللي قالك هم اللي متكلمين عليهم. المدعي العام قال لي يا ابراهيم حكمتك بالترحيل على السجن العام. السجن العام الشيخ بعد 5 شهور ونص قال لي حكمتك 6 شهور. وكان عنده ورشة خسرت كل فلوسه وحولت فلوس والكفيل عشان يرضى يديني مخلصة على يد المندوب السيد. مش هقل له من هنا 20,000 10,000 ريال عشان يديني المخلصة عشان يرضى يتحركهم في المعاملة هناك ويبدأ يدير لي معاملة والكلام ده. زي ما قلت لأحمد هنا رجعت بلدك دي أهم حاجة. وغادة كلمتني تواصلنا مع بعض ما تقلقش. كل الناس عارفة ان انت يعني مش متهم بحاجة يعني كده. كل ده كان صدفة انما الحمد لله الإجراء خلص. سعينا ان احنا نساعدك وتيجي في السلامة وتيجي جيت ونورت بلدك. هيطلع معي استاذ عميد عشان والدتك منتظراك بفارغ الصبر. وغادة وقتك يعني عمالة تكلمني عن التليفون مش مستنية ان انت توصل. قالت لي طلعيه بسرعة من المطار علشان يعني يرجع لنا. فيعني لا العفو وده واجبنا.